اكلم يمكن قدامنا يعني سيناريو، او كل مدرب عنده سيناريو. انت شايف البدايه الافضل للنادي الاهلي في الربع ساعه الاولى، هل يفاجئ الوداد بضغط عالي من الامام ويكون بالنسبه له مفاجاه، او النادي الاهلي بيلعب تلتين ملعب او بيقابل شويه من بعد خط النص بحوالي 10 متر ويبقى في مسافات كويسه او مسافات ضيقه ما بين الخطوط؟ انت تفضل انهي وانهي الافضل؟ يعني بفضل انه احنا في مع بدايه المباراه، مش بقول انه يبقى اداء دفاعي، لكن لازم يبقى فيه اتزان، حذر يعني واتزان، وانت تبتدي تشوف هو هيبتدي ازاي الاول. يعني هو في الغالب البدايه بتاعته هيبتدي هو بيهاجم، يعني ضاغط طبعا بكل خطوطه. لابد ان انت في البدايه كابتن هاني هيبقى تركيز موسيماني ولعيبه النادي الاهلي على امتصاص حماسه اول 10 دقائق الاولى اللي هي عند لعيبه الوداد. هما بيلعبوا في ملعبهم من غير جمهور او بجمهور، هو عاوز يحقق هدف او شيء معين، عاوز يحصرك وعاوز يحرز هدف. فالبدايه لابد ان انت هتبقى اكثر حذرا لغايه ما تفهم طبيعه ادائهم ايه وشغلهم ازاي، وبعد كده تبتدي انت يعني انا بعتقد ان فرقتنا لو وقفت الربع ساعه الاولى على رجليها على ارض الملعب، اعتقد ده هيبشر بتطوير هجومي للاداء فيما بعد. يعني هي ربع ساعه الاولى التماسك فيها مهم جدا، واخد بالك ليه؟ عشان ما تديلوش فرصه ولا للمهاجمين ولا لعيبه الوسط بتوعهم اللي احنا اتكلمنا عنهم ان هم يعملوا عليك اي. هو السيناريو بقى كل مدرب ليه وجهه نظر.